يا مساء الخير مستمعينا ومستمعي راديو محبة اف ام وبرنامج انسان جديد، معكم كريستين عطيتو ومنى عوض. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن نوع من العبادة موجود في الديانة الإسلامية وكمان موجود في الديانة المسيحية، ولكن ممكن تكون بشكل مختلف شوية، بس في النهاية الهدف الأساسي منها هي عبادة الله والزهد من ملذات الدنيا. وهنبدأ معاكم النهاردة الاعتكاف في الديانة المسيحية، وهي ما تسمى بالرهبنة. ومسمى الرهبنة هو عبارة عن الإنسان بينقطع للعبادة في سرية تامة بعيدا عن مشاكل العالم الخارجي، وبيتفرغ للعمل الروحي وانه بيتكلم مع ربنا لبقية حياته، فبيرجع إنسان جديد. كمان الاعتكاف اتذكر في الكتاب المقدس قدسوا صوما نادوا باعتكاف، حيث ان السيد المسيح اعتكف 40 يوما على الجبل. جميل جدا الحقيقة. وعلى الرغم ان الإسلام ما فيهوش رهبنة بمعناها الدقيق، إلا إن في الإسلام في سنة اسمها الاعتكاف، والاعتكاف المعروف بقى في الديانة الإسلامية هو لزوم المسجد لطاعة الله والتفرغ للعبادة وقراءة الأذكار والقرآن الكريم، وهو سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبتقام في العشر الأواخر من رمضان كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي ظل إلحاح الشباب والفتيات على دخول الدير في الآونة الأخيرة، الآباء وضعوا عدة شروط للشخص المتقدم للرهبنة، وأنه أهم الشروط أن الشخص يكون عازب، وأنه يكون مسيحي أرثوذكسي، وأنه يكون ليه أب اعتراف ثابت، وكمان سنه ما يزيدش عن 30 سنة وما يقلش عن 23 سنة، وكمان ما يكونش هو العائل الرئيسي لأسرته، أو أنه هو يكون الفتى المدلل لأسرته، لأن الرهبنة كده هتبقى مشقة ليه. وكمان لازم الشخص يكون على دراية بتاريخ الكنيسة وتعليمها، وكمان يكون على حاصل على تعليم مؤهل عالي. وهنتكلم بقى عن شروط الاعتكاف في الإسلام، وهي أول حاجة النية، إنها تكون خالصة لله تعالى وحده. وتاني حاجة الاعتكاف يكون في المسجد، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف في المسجد اللي بيصلي فيه صلاة الجماعة عشان ما يضطرش يخرج من المسجد وقت كل صلاة. وتالت حاجة بقى ان الاعتكاف بيبدأ في العشر الاواخر من رمضان قبل غروب شمس ليلة 21 من رمضان. وعلى المعتكف بقى شوية التزام بأداب الاعتكاف في المسجد، زي انه يكسر من صلاة النوافل والسنن والحفاظ على الاذكار، ويقلل من الاكل والشرب، ويتعاون على البر والصبر. وروح للجزء الثاني، وهو الرهبنة الفتيات، وتحت مسمى اخر، وهم عرائس المسيح، واللي كمان ليها شروطها الخاصة اللي لازم الفتيات تعملها. وأولها أنها لازم تعيش المعتكفة منفردة في بيت أهلها، أو أنها تنضم الجماعة من العذارة. دي رخصصت أماكن مخصصة للبنات من القرن الرابع على يد القديس الأنبا باخونيوس للراغبات في الالتحاق بالرهبنة الدائمة. وشروطه زي ما احنا قلنا من شوية، زي شروط قبول الرهبان. وشروط بقى اعتكاف المرأة في الإسلام هي أنها ممكن تعتكف، لكن بعد استئذان جوزها أو ولي أمرها، وتكون مأمنة نفسها من الفتنة، وتعتكف في المصلى الخاص بالنساء، لأنها طبعا ما يصحش تعتكف في نفس مصلى الرجال، وبرضو ما يصحش تعتكف في مصلى في البيت، فلو أمنت على نفسها الفتنة يجوز لها الاعتكاف. وروح لآخر جزء، وهو أشهر الأديرة الخاصة بالرهبان والرهبات. ومن أشهر الأديرة الخاصة بالرهبان في مصر هو دير الأنبا شنودة بسوهاج ودير مريمينة في اسكندرية. ومن أشهر الأديرة الخاصة بالرهبات دير الشهيدة العفيفة دميانة بكفر الشيخ، ودير مرجرجس بحارة زويلة في القاهرة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن الرهبنة في المسيحية والاعتكاف في الإسلام، وزي ما وضحنا ليكم إنها طرق متعددة لتحقيق هدف واحد، وهو عبادة الله والزهد من ملذات الدنيا، فالإنسان بعدها يقدر يرجع إنسان جديد. ونشوف كل أسبوع الجاي في حلقة جديدة على راديو محبة FM.